عيني طلاب، شاشة العرض واضحة قدامكم وصوتي واضح؟ واضح دكتورة، واضح. واضح. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الأنتي مايكروبيال سسبتابلتي تيست، أو نسميها sensitivity test، اللي هو اختبار الحساسية للمضادات الحيوية. هذا من الاختبارات الجدا مهمة، خاصة بالنسبة للمريض وللطبيب. يعني نحن شغلنا كله تشخيصي، هذا كله التشخيص اللي عم نعمله في سبيل إنه نصل إلى هاي الخطوة النهائية اللي نسميها اختبار الحساسية للمضادات الحيوية، حتى قدر الإمكان نوصف أهم العلاجات المناسبة للطبيب حتى يختار منا حسب الحالة السريرية للمريض. طبعا السيجي واحد يقول لك معلش احنا نشخص قبل خلينا نعمل اختبار المضادات الحيوية ونختار علاج. زين احنا ايش نختار؟ الديسك انتي بايوتيك اذا ما نعرف نوع البكتيريا، ان شخصناها اسمها، هل هي جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف؟ لان كل نوع من انواع البكتيريا لها مضادات حيوية مختلفة عن نوع اخر. احنا هذا كله تشخيص احنا نهتم بينه بالأخير حتى نصل إلى الأنتي مايكروبيال سسبتابلتي أو سنسيتيفيتي تيست، ونختار العلاج المناسب ونعطي التقرير للطبيب حتى يختار منه العلاج الأنسب من هذه العلاجات اللي اخترناها ويعطيها للمريض. الأنتي مايكروبيال سسبتابلتي تيست يمكن أن نعرفها بأنها ستاندرايزد ميثود، طريقة قياسية that used to measure effect of antibiotic and other chemotherapeutic agents on pathogenic microorganism. اختبار الحساسية هو طريقة قياسية تستعمل لغرض قياس تأثير مضاد حيوي، أو قد يكون مادة كيميائية، ما شرط إلا antibiotic. احنا المتعارف علينا دائماً على كل الدراكس أو الأدوية يعني نسميها أنتيبيوتيك، هي بالحقيقة قد تكون أنتيبيوتيك يعني منتجة من قبل مايكرو أورجانيزم، أو قد تكون مواد كيميائية مصنعة بالمختبر. فسواء كانت أنتيبيوتيك أو كيموثيرابيوتيك أجينز، ندرس قياسها أو تأثيرها على الباثوجينيك مايكرو أورجانيزم. فكل هذا الوصف هو وصف لما يسمى بالأنتي مايكروبيال سسبتابلتي أو سنسيتيفيتي تيست. هذه الطريقة تعتبر essential tool أو أداة أساسية لوصف الـ appropriate treatment. طبعا هي أداة أساسية لوصف العلاج المناسب. مثل ما قلت لكم، ما كل المضادات الحيوية نسميها مضادات حيوية، أو كل الأدوية نسميها أنتيبيوتيك. بالحقيقة المفروض نسميها دراكس، وحسب نوعيتها هل أنتجت من قبل مايكرو أورجانيزم أو أنتجت بطريقة كيميائية معينة بداخل المختبر يطلق عليها التسمية. وعليه صنفونا الأنتيبيوتيك إلى عدة أصناف. الصنف الأول مثلا أو التصنيف الأول types of drugs، أنواع هذه الأدوية according to، تبعا لإيش؟ nature of their composition and origin، حسب التركيب ماله والأصل، يعني من أصل هذه الدراكس أو الأدوية. قسموا لي هي أو صنفوها إلى ثلاث أصناف رئيسية، وهي الأنتيبيوتكس، السينثيتيك أجينس، والسيمي سينثيتيك أجينس. نجي على وحدة وحدة نش عليه سموها بهذه التسمية. التسمية الأولى هي الأنتيبيوتكس، هاي اللي دائماً إحنا الاسم الشائع عندنا نقول أنتيبيوتكس. الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية produced by some microbes naturally، تنتج من قبل الميكروبات بصورة طبيعية as a byproducts of their metabolic activity، هي كنواتج عرضية من الفعاليات الأيضية مع الميكروأورجانيزم ينتج لي أنتيبيوتك. هذه الأنتيبيوتك تكون قادرة على inhibit or kill other types of microbes، يعني هي تنتج من قبل ميكروأورجانيزم معينة
تأثر أو تقتل مايكرو أورجانيزم أخرى. بصورة طبيعية وبالكامل تنتج من قبل ميكروبات من دون تدخل الإنسان كيميائيا، نسميها أنتيبيوتيك، يعني مضادات حيوية. مضادات لأنها تكون ضد ميكروب آخر، وحيوية لأنها تنتج من قبل كائن حي، فسموها أنتيبيوتيك، مضادات حيوية. مثال على هذه الأنتيبيوتيك عندنا البنسلين وكذلك السيفالوسبورين. نوع ثاني حسب هذا التصنيف مال Composition and Origin عندنا Synthetic Agents. Synthetic Agents يقصد بها عوامل مصنعة. Includes تتضمن Agents، عوامل that are completely synthesized in the lab، بالكامل يتم تصنيعها في داخل المختبر by chemical process، بعمليات كيميائية. الساينثيتيك اجينس هذه ما لها اي علاقه بالمايكروبيال اكتيفيتي، اني ريليتد تو مايكروبيال اكتيفيتي، ما لها اي علاقه بنشاط المايكرو اورجانيزم، ولهذا سميناها ساينثيتيك اجينس، يعني مصنعه بالكامل بداخل المختبر. مثال عليها عندنا السيبروفلوكساسين. الصنف الثالث يسمى بالسيمي ساينثيتيك اجينس. سيمي معناته شبه مصنع، بمعنى آخر هو يجمع بين النوعين الأولين، يعني هو طبيعي وتم إدخاله بداخل المختبر، أجروا عليه بعض التحويرات الكيميائية فسمونه سيمي ساينثيتيك أجينس. They are natural antibiotics، هو مضاد حيوي طبيعي لكن إيش بينه؟ That have been chemically modified، بينه بعض التحويرات الكيميائية بداخل المختبر. مثال على سيمي ساينثيتيك أجينس هو الأمبيسيلين. يعني واضح هذا التصنيف الأول، أو أكو أحد عنده سؤال أو استفسار علينا؟ واضح دكتور. أول تصنيف أعيده، أول تصنيف هو الأنتيبيوتيك. الأنتيبيوتيك هي عبارة عن مضادات حيوية تنتج من قبل مايكرو أورجانيزم معينة تأثر لي على مايكرو أورجانيزم آخر، ولهذا سميتوها أنتيبيوتيك، يعني مضادات حيوية، يعني تنتج من قبل مايكرو أورجانيزم، لهذا سميتوها حيوية ومضادة لأنها مضادة لمايكرو أورجانيزم آخر. مثال عليها البنسلين والسيفالوسبورين. أكو تصنيف آخر للدراجز according to the mechanism of action، حسب الآلية مع العمل الدراجز can be categorized، صنفوا لي هي into several general groups، إلى عدة أصناف. أولا drugs that inhibit cell wall synthesis، أدوية لها القابلية على تثبيط الجدار أو بناء الجدار الخلوي، مثال عليها البنسلين. Drugs that inhibit cytoplasmic membrane، يعني أكو تأثر على الجدار الخلوي، أكو تأثر على الغشاء السيتوبلازمي، مثال عليها الكوليستين. Drugs that inhibit protein synthesis، اللي تأثر لي على بناء البروتين، مثال عليها التيتراسايكلين. رابعا Drugs that inhibit nucleic acid synthesis، أكو أدوية تأثر لي على بناء الأحماض النووية، مثال عليها الريفامايسين. عندي Drugs that inhibit folic acid synthesis، بعض أنواع من الدراكس تأثر لي على بناء الفوليك أسيد، مثال عليها هي السلفون أمايدز. هذا تصنيف آخر حسب ميكانية أو آلية عمل الدراكس، يعني إما تأثر على الجدار الخلوي أو الغشاء السيتوبلازمي أو البروتين أو النيوكليك أسيد أو الفوليك أسيد. في المضاد حيوي هو سبيسيفيك، متخصص إنه يعمل في مكان معين. الصورة اللي أمامكم مثل اللي شرحناه، اللي هو mechanism of action of drugs، آلية عمل الأدوية. إذا عندكم هاي الصورة اللي قدامكم
بكتيريا كنأخذوا منها مقطع حتى تقشعرون إنه بيها السيل وول، والسيل وول عندنا هذه المضادات الحيوية اللي تأثر علينا، عندكم البلازما ممبرين وهذه المضادات اللي تأثر علينا. مثلا نجي نحن قلنا أكو تأثر على البروتينات، هوني كنكتب عندنا رايبوسومات، الرايبوسومات هي عبارة عن بروتينات، وهكذا عندنا تأثر على الدي ان اي سينثيسيس، قلنا تأثر على بناء النيوكليك اسيد، وهذه المضادات الخاصة بتأثير على اللي تكون قادرة انه تأثر على النيوكليك اسيد. وعندنا تأثر على الميتابوليك باثويز اللي هي الايض او الفوليك اسيد بمعنى اخر، وهذه هي المضادات اللي تأثر على الفوليك اسيد. اللي هون اكو واحد عنده سؤال او استفسار عيني؟ التأشيرات اللي بهذا الستراكشر تحفظون الموجود بالسلايد السابق، هاي الأمثلة اللي عطيتكم هي هوني، بس هذا الرسم مطلوب، يعني بس الرسم، ما تحفظوا لي كل أنواع المضادات الحيوية، هاي للاطلاع تفيدكم مستقبلا. بس مثلا لو جبنا إنه ميكانيزم أوف أكشن على شكل مخطط أو رسم، ترسمون هذا الرسم مثلا من تكتبون سيل وول، أنتم أي مضاد حيوي كان حفظتم اللي موجود بالسلايد السابق تكتبونه، يعني مضاد حيوي بس اللي كنت ذكرتونه سابقا. اكو تصنيف اخر للمضادات الحيويه وذلك تبعا للسبيكترم اوف اكشن، سبيكترم يعني الطيف الفعاليه مالته. اكو بعض المضادات الحيويه تاثر على يعني يسموها ذات الطيف الضيق او الطيف الواسع، إذا قتلت لي أو ثبطت لي أنواع محددة من المايكرو أورجانيزم، أو مثلا بس جرام بوزيتيف بس جرام نيجاتيف، أسميها نارو يعني ضيقة الطيف. أما الأدوية اللي تقتل لي برود سبيكترم يعني طيف واسع من المضادات الحيوية، جرام بوزيتيف ونيجاتيف معا، هاي أسميها برود سبيكترم ذات الطيف الواسع. عليه قسموا لي الدراجز according to the spectrum of action إلى أولا النارو سبيكترم دراجز، أدوية ذات الطيف ضيق او برود سبيكترم دراكس، ادويه ذات الطيف الواسع. النارو سبيكترم دراكس، دراكس ذات ورك اجينست اونلي ا فيو كاينز اوف باثوجين، تعمل ضد انواع محدده او قليله جدا من الممرضات، مثال عليها البنسلين. ليش البنسلين اعتبره نارو سبيكترم دراكس؟ منو يعرف ليش البنسلين اعتبره نارو ما اعتبره برود؟ لأنه يعمل فقط على البكتيريا الجرام بوزيتيف، ما يعمل على البكتيريا الجرام نيجاتيف. ممتاز، البنسلين لأنه يأثر لي فقط على جرام بوزيتيف لهذا أعتبره نارو سبيكترم دراكس. التصنيف الآخر according to the spectrum of action هو البرود سبيكترم دراكس، الأدوية ذات الطيف الواسع. Drugs that affect against many different kinds of pathogens. الدواء اللي يأثر لي على أنواع مختلفة من الممرضات أسمينه ذات الطيف الواسع، مثال عليه هو الأمبيسلين. يعني هو كان بنسلين كان ذا طيف ضيق يأثر لي على جرام بوزيتيف فقط، حولونه كيميائيا بالمختبرات فسمونه أمبيسلين، أصبح أنه يؤثر على مدى واسع من الممرضات. تصنيف آخر للدراكس according to the mode of action. mode of action يعني طبيعة عمله، هل أنه هو هذا المضاد أو هذه الأدوية تقتل المايكرو أورجانيزم لو فقط تثبطه، فقسموا لي هو أو صنفوا لي الدراكس into bacteriostatic and bacteriocidal. كما يجيك مصطلح static معناته تثبيط وليس قتل، من يجيك مصطلح سيدل
معناتها قتل للمايكرو أورجانيزم. حسب الكلمة اللي تجي قبله يعني بكتيريوستاتيك معناتها التثبيط للبكتيريا. البكتيريوستاتيك هو دراكس ذات ستوب ذا جروث، يوقف النمو لكن do not kill the microbe، لكنه ما يقتل المايكرو أورجانيزم. النوع الثاني بكتيريو سيدل، ما دام سيدل معناته انه ذات كيل ذا اورجانيزم، ادويه تقتل المايكرو اورجانيزم. يعني لهون اكو اي سؤال او استفسار حتى نبدي بطريقه عمل المضادات الحيويه sensitivity البروسيجر مالتها. أكو واحد عنده سؤال أو استفسار؟ هسا نحن هذا كله فهمناه وشرحناه زين، هسا أنا أريد أشتغل عملي بالمختبر البروسيجر. عندي بكتيريا طلعت، يعني جت عينة زرعتوها على البلد والماكونج والشوكليت وما إلى ذلك، وطلعت البكتيريا وعملتوا لها اختبارات وشخصتوها وما إلى ذلك، وجيت أريد أعمل اختبار السنسيتيفيتي تيست عليها. الاختبار المتعارف علينا واللي أغلب المختبرات نمشي علينا يسمونه اختبار الديسك ديفيوشن ميثود، اللي هي طريقة انتشار القرص. ليش انتشار؟ لأن هو من تحط المضاد أو القرص المضاد الحيوي داخل الطبق، التأثير راح يكون على المايكرو أورجانيزم اللي خططته على الطبق بطريقة الفرش، فسمونه طريقة الانتشار. يعني تأثير المضاد ينتشر على البكتيريا الموجودة على الطبق. هسه أوضح لكم هي بالبروسيجر. في بعض الأحيان يقول لك اشرح لي طريقة الكيربي أند باور تيست. كيربي أند باور هي نفس الطريقة مع الديسك ديفيوشن تيست، بس ليش نسميها كيربي باور؟ بالاعتماد أو تبعاً للعالمين كيربي أند باور اللي حوروا لي هذه الطريقة أو قاموا بتطويرها. طريقة الكيربي باور تيست أو الديسك ديفيوجن ميثود is a valuable standard tool، هي طريقة أو أداة قياسية قيمة جداً to measure effect of antimicrobial agents pathogenic microorganism، حتى أقيس تأثير المضادات الميكروبية على المايكرو أورجانيزم الممرضة. نجي على البروسيجر مال ديسك ديفيوجن أو كيربي باور تيست. بالنسبة للبروسيجر يكون كالتالي: أولا select a pure culture plate of one of the organism to be test، تختار culture يحتوي على مايكرو أورجانيزم ويكون بيور نقي، يعني ما تجيب طبق كله ملوث وبينه 16,000 نوع بكتيريا وتريد تعمل منه سينسيتيف. لازم تكون الكلتشر يكون الكلتشر مالك بيور. ثانيا ترانسفير ا كولوني فروم ذا بليت تو ذا ستيرال سالاين سوليوشن ميكس ات ويل، اخذت الطبق البيور تدحق وين اكو مستعمره مفرده، تاخذ هذه المستعمره وترانسفير تنقلها وين؟ تنقلها الى تيوب يحتوي على نورمال سالاين وتمزجها جيدا. بمعنى اخر انه هذه الخطوه حظيت بها السسبنشن، ان حظه معلق بكتيري. ثالثا تو تايتريت ذا انيكولم دنسيتي ستاندرد توربيديتي تيوب ماكفرلاند تيوب نمبر 0.5 از يوزد. ايش معناتها هاي؟ معناته انه هذا المعلق البكتيري اللي حضرتونه، هسه انا حظه معلق بكتيري وانت تحظه معلق بكتيري، كل واحد التيربيديتي مالته يكون مختلف. يجوز انا اخذت مستعمره وحدي، انت تاخذ اثنين، مستعمرتي كانت صغيره مستعمرتك اكبر وهكذا، فالتيربيديتي راح تختلف. وعليه جابونا ما يسمى بالماكفرلاند. ماكفرلاند هي عباره عن تيوبات جاهزه بها 0.5 1 2 3 4 وهكذا تقريبا للاربعه. كل تيوب من هذه التيوبات تحتوي على تيربيديتي معينة، يعني
0.5 بها تيربيديتي قليلة، الواحد التيربيديتي أعلى، وهكذا إلى الأربعة. فأيش يقولوا لك بالمصادر والعلماء والباحثين؟ قالوا أنه المعلق اللي أنت تعمله من أخذت مستعمرة بكتيريا وحطيتها بالنورمال سالاين لازم تكون مقاربة لماكفرلاند 0.5. من تكون مقاربة جدا ل 0.5 تبدي تكمل الخطوات الأخرى. انتبهوا على الصورة اللي أمامكم اللي هي ماكفرلاند ستاندر، هاي ستاندرات مال ماكفرلاند، عندنا 0.5 1 2 3 4. لاحظوا شلون التربيديتي عاد تزداد، وحتى تلاحظون شلون التربيديتي عاد تزداد لاحظوا الخلفية مالت جاب ورقة مخططة. لاحظوا شلون بالبداية الخطوط كلش واضحة، بعدين من تصلون لرقم 4 تقريبا الخطوط تقوم ما تبين. هاي ليش؟ هاي التربيديتي عاد تزداد. من انت تيجي تعمل معلق بكتيري في بعض الاحيان يكون ياخذون مستعمرات كثيرة التربيديتي تصل الى 4، ما يسوي هالشكل، لازم المعلق او السسبنشن مالتك يكون مقارب لل 0.5 ماكفرلاند. هسه افتهمنا ايش معناته ماكفرلاند ستاندر؟ هذا مجرد انه المعلق البكتيري مالتك تقارنه بالماكفرلاند قبل ما تبدي تفرشه على الطبق. اكو اي سؤال او استفسار لهوني حتى نكمل البروسيجر؟ زين، هسه بعد ما عملنا معلق بكتيري وقارناه مع 0.5 ماكفرلاند نكمل الخطوات. رابعا، take a sterile swab and dip it into the broth culture of organism. ناخذ سواب وندخله بداخل هذا المعلق البكتيري اللي عملناه. خامسا، gently squeeze the swab inside the tube in order to remove excess fluid in the swab. السواب اللي دخلتمه بداخل المعلق البكتيري، طبعا هو كله صاغ المعلق البكتيري بداخل السواب اللي هو القطن كله تشبع بينه، انا ما قبل اطلعه وافرش بينه افرشه على الطبق. ايش اعمل؟ اعمل سكويز، يعني مثل العصر او انه ادوس هذه السواب على الحواف مال التيوب حتى اتخلص من السسبنشن الزائد. سادسا، يوز ذا سواب with the test organism to streak molar hinton agar or nutrient agar plate. السواب اللي طلعتمه من المعلق البكتيري اخطط بينه طبق المولر هنتون اجار او نيوتينت اجار. هذا شنو المولر هنتون اجار او نيوتينت اجار؟ هذا اللي دعمل عليه اختبار الحساسيه. سابعا، after the streaking is complete، طبعا streaking يقصد بين streaking كامل يعني فرش كامل على الطبق، بعد ما تكمل الستريكينج allow the plate to dry for 5 minutes. تترك الطبق حتى يجف تقريبا لمدة 5 دقائق قبل ما تحط الانتيبيوتيك ديسك. بعد ما تركنا له 5 دقائق نجي نكمل. ثامنا، antibiotic disk can be placed on the surface of the agar. ناخذ أقراص المضادات الحيوية ونحطها على سطح المولر هنتون اجار او النيوترينت اجار. فبيش نشيل المضادات الحيوية نحطها؟ خما بيدنا اكو شيء اسمه فورسبس اللي هو ملقط، ناخذ بينه المضاد الحيوي ونحطه على سطح الطبق اللي خططنا علينا البكتيريا. And press the disc onto the surface of the agar. طبعا من شلت الديسك مال انتيبايوتيك بواسطة الملقط ونقلته على الطبق، حاول انه شوية تدوس على القرص حتى يثبت، لان انت من تحضن الطبقة عشان تحضنه بصورة مقلوبة حتى لا يقع المضاد الحيوي، شوية تدوس بداخل الاجار، يعني مالي جوا هكذا بس مجرد ضغطة خفيفة علينه حتى يلزق بسطح الاجار. تاسعا، invert the inoculated plate and incubate for 24 hours or 37 درجة مئوية. هذه الأطباق اللي خلينا عليها المعلق وتركناها وبعدين خلينا أقراص المضادات الحيوية نقلبها بصورة مقلوبة مثل ما نحضن أي مثل ما نزرع أي بكتيريا ونحضنها بالحاضنة بدرجة حرارة 37 درجة مئوية overnight إلى ثاني يوم لمدة 24 ساعة. After incubation بعد التحضين إيش نعمل؟ جينا ثاني يوم طلعنا الطبق من الحاضنة
راح نرجع انه المضادات الحيويه بها اقطار تثبيط الزون اوف انهبيشن نسميها، او قد يكون المضاد الحيوي ما يشتغل على هاي البكتيريا وما بينه اي زون. شلون نقيس هذا الزون المتكون؟ عن طريق استخدام متريك رولا، استخدام مسطره قياسيه تو ميجر ذا دايميتر حتى اقيس قطر الزون اوف انهبيشن فور ايتش انتيبايوتيك يوز. أستخدم مسطرة قياسية حتى أقيس قطر مناطق التثبيط اللي تكونت لي لكل مضاد حيوي. لي هون أكو واحد عنده سؤال أو استفسار؟ واضح عن الشرح، أكو واحد عنده سؤال؟ اللي أمامكم هو رسم تخطيطي، لنفرض إنه هذا اللي باللون الرصاصي هذا الطبق مالتنا. الدائرة اللي باللون الأسود هذه الديسك أوف أنتيبيوتيك، هذا قرص المضاد الحيوي اللي خليناه على الطبق وخليناه بالحاضنة. نجي ثاني يوم، انتبهوا على اللي باليسار، إنه ظل القرص نفس ما هو، ما تكون حوله أي قطر تثبيطي. فهذا no zone around the disk، ماكو أي قطر تثبيطي حول قرص المضاد الحيوي. أما الرسم الموجود على اليمين، لاحظوا إنه حول الديسك هذا باللون الأسود تكونت لي منطقة بيضاء اللون، هذه المنطقة هي zone of inhibition، قطر التثبيط أو منطقة التثبيط. فتشعون هذه السهمين من بداية القرص إلى نهايته، أو عفوا يعني منطقة التثبيط، هذا كله أقيسه بواسطة المسطرة، يعني من إيش تو إيش، من الحافة إلى الحافة، هذا يعتبر زون أوف إنهبيشن، هذا قطر التثبيط. ليش لازم أقيسه؟ لازم أقيسه لأن يطلع لي رقم معين أقارنه بجدول معين حتى أعرف إنه هذا إس يعني سنسيتيف أور آر ريسيستانت مقاوم أور أي إنترميديت يعني متوسط الحساسية. في بعض الأحيان تلاحظون انه ما دام تكون قرص يعني منطقة تثبيط حول القرص مباشرة نقول انه هذا S sensitive، لكن بالحقيقة اذا قارنتمه بجدول قد يكون يطلع R او يطلع I. منظمة الصحة العالمية كل فترة تغير لي الزون اوف انهبيشن، فلازم نقيس وبعدين نقارن، يعني ما بكيفنا مجرد نرجع انه تكون زون ونقول هذا S. هاي الطريقة العملية انه شلون اقيس قطر التثبيط او زون اوف انهبيشن لكل ديسك من المضادات الحيوية. measure the diameter of zone of inhibition، تجيب مسطرة وتحطها على قطر التثبيط، تقيس من الحافة الى الحافة، مثلا هون طلع 20 مليمتر، هذا zone of inhibition، ال 20 مليمتر قارنها بجدول وتغشى على انه هذا ال 20 هل هي R or S or I. النقطة الأخيرة تقول compare the measurement obtained from the individual antibiotic with the standard table، تقارن اللي قسته واللي حصلت عليه من المضادات الحيوية المفردة، يعني كل مضاد حيوي تقيسه بصورة مفصولة عن مضاد آخر، كل واحد وحده تقيسه وتقارنه مع standard table جدول قياسي. ليش؟ حتى أحدد to determine the sensitivity zone، حتى أحدد منطقة الحساسية. And whether the test bacteria species، وهل إنه النوع البكتيري اللي عزلتونه هل هو sensitive or resistant or intermediate to the test antibiotic، حتى نعرف إنه هذه البكتيريا هل هي حساسة لهذا المضاد الحيوي أم مقاومة أم متوسطة الحساسية. لهون اكو واحد عنده سؤال او استفسار عن البروسيجر؟ واضح عن الشرط؟ عاشت ايدك دكتور، عاشت ايدك.
على مثلا إذا ما حد عنده سؤال حتى نبدي أوضح لكم I read the plate and interpret the result. تقريبا شرحناها، بس هي شنو شلون أقرأ البليت وأفسر النتيجة. أكو معهد اسمه CLSI اللي هو Published Clinical Laboratory Standards Institute. هذا معهد يعني معهد سريري ومختبري ينشر لي كتيبات أو يعني استندرات معينة لازم أمشي عليها. فالزون اللي طلعتونه لازم قلنا أقارنه مع المنشور من قبل هذا المعهد to determine the susceptibility or resistant organism to each drug standard. الجداول اللي نقارن بها الزون عادة تكون منتشرة أو يعني تنتشر كبحوث من قبل هذا المعهد. For each antibiotic, لكل antibiotic, indicate on the recording sheet whether the zone size, قلنا إما نكتب S أو I أو R بالمقارنة مع شيت قلنا معين، ورقة أو تيبل معينة مكتوب عليها الرقم اللي طلعته هل هو sensitive، فإذا كان sensitive تكتب S، إذا كان resistant تكتب R، إذا كان intermediate تكتب I. هذا نموذج من الجدول، ما كله يعني نموذج من جدول اخترناه من النت بينو زون سايز انتربريتيشن شارت فور كيربي باور تيست. نختار بعض المضادات الحيوية، مثلا عندنا الأميكاسين، أول واحد أميكاسين الاختصار ماله AK. من أنت تجي كن حطيت أميكاسين على البكتيريا مالتك وطلع زون معين، هذا الزون مثلا طلع 13 14 17، انا هذا الرقم ايش اعمل بينه؟ اجي على الجدول اقارنه بالجدول، اذا الزون اللي طلع لك 14 فهذا معناته انه البكتيريا resistant لهذا المضاد الحيوي، معناته انه هذا المضاد الحيوي انه هاي البكتيريا مقاومه لهذا المضاد. اذا الزون مالك طلع بين 15 الى 16 معناته انه البكتيريا المعزوله مالتك هذه انترميديت مقاوم متوسطه الحساسيه لهذا المضاد. اما اذا طلع مالك الزون 17 وفوق هذا معناته انه البكتيريا المعزوله سنسيتيف لهذا المضاد، حساسه له. طبعا هذا كنموذج من الجدول، اكو جداول متعدده ممكن انه تلقوها بالنت. وهكذا بقيه انواع المضادات الحيويه، كل مضاد حيوي الاختصار مالته التركيز مالته وهل هو R or I or S حسب الزون اللي يطلع لك. أكو واحد عنده سؤال واستفسار عيني لي هوني؟ زين يعني طلاب، كل الشرح اللي شرحناه ملخص بالصور اللي أمامكم. طريقة الكيربي باور تيست أور ديسك ديفيوجن ميثود، الطريقة كالتالي: أول شيء إيش قلنا؟ نختار سيلكت كولوني، عندك مزرعة بكتيرية طلع بيها بكتيريا، نختار مستعمرة مفردة منها. بعدين هاي المستعمرة المفردة قلنا وين ننقلها؟ الصورة اللي على اليمين ننقلها إلى نورمال سالاين، نورمال سلاين حتى احضر السسبنشن المعلق البكتيري. بعدين ايش اعمل؟ اقارنه، قلنا هذا المعلق البكتيري اللي حضرناه اقارنه مع، طبعا اول شيء امزجه جيدا حتى يتكون لي معلق، وبعدين اقارنه مع ماكفرلاند، قلنا الماكفرلاند اللي نستخدمه هو 0.5 ماكفرلاند. بعد ما حضرت المعلق البكتيري ايش اعمل؟ ريموف سامبل، انه ازيل هذا المعلق البكتيري بواسطة السواب، واعمل ضغط خفيف على حواف التيوب حتى اتخلص من المعلق الزائد، وبعدين اخذ هذا السواب
وعلى البليت اللي هو مولر هنتون أجار أو نيوترين أجار، وأقوم بعملية الفرش بالكامل على سطح الطبق. نترك الطبق طبعا 5 دقائق، بعدين أجي أخذ الأنتيبيوتيك ديسك. بيش ناخذ الأنتيبيوتيك ديسك؟ ناخذها نحن طبعا عن طريق فورسيس ملقط، نعقمه وناخذ مضاد قرص قرص وننقله على الطبق. بالدول المتقدمة عندهم هاي الآلة اللي قدامكم اللي باللون الأزرق، إنه يحطون المضادات الحيوية المطلوبة بواسطة ضغطة واحدة، كل المضادات الحيوية تنزل على الطبق. الطبق طبعا يحطونه جوا، يحطون هاي الآلة فوق، والضغطة واحدة كل المضادات الحيوية تنزل مرة واحدة وتتسقط على الطبق. بعدين آخر شيء إيش أعمل؟ بعد ما خلينا المضادات الحيوية على الطبق، ندخله بداخل الحاضنة أوفر نايت. ثاني يوم نقيس قطر التثبيط الزون اوف انهبيشن بواسطة مسطرة، ونقارن الزون اللي طلع لنا قلنا مع تيبل جدول يحتوي على كل مضاد حيوي وأرقام معينة، هل هي R, I or S. زين عيني، اكو واحد عنده سؤال او استفسار لهوني؟ واضحة المحاضرة؟ اي سؤال او استفسار عندكم قولوا حتى قبل ما ابدي بالشغل العملي. بالنسبة للشغل العملي مع sensitivity test اشتغلتونه أنا وحدي، صورتونه وحأعرض لكم هو بعد شوية. انتبهوا طريقة susceptibility or sensitivity test عشان نشتغلها. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار قبل ما أبدي بالعملي يسألني. اوكي الشغل العملي اليوم هو اختبار الحساسية sensitivity للمضادات الحيوية. أول شيء نجيب وسط اللي راح نعمل عليه هو sensitivity اللي هو عيني. الفيديو ظهر قدامكم وصوته واضح؟ شاشة صغيرة ما خالف، كبغة أنت. راح انزل لكم هذا الفيديو على كلاس ونقلونه عندكم، خاصة اللي عنده لابتوب فيوضح يكون كلش واضح ما بينه شيء. بس انتبهوا لي على الشغل العملي. العفو دكتورة، خلي يعملوا تثبيت على المكان مع الفيديو، راح يطلع كبير. ايه وضح لهم، اعملوا مثل ما يقول. اكو 3 نقاط بالزاوية، خلي يدوسون عليها او يظلون يدوسون على الفيديو راح يطلع تثبيت. من يدوسون تثبيت راح تثبت اول شيء وتكبر.
ايه اوكي، شكرا عينك. العفو. الشغل العملي اليوم هو اختبار الحساسية sensitivity للمضادات الحيوية. أول شيء نجيب وسط اللي راح نعمل عليه هو sensitivity اللي هو مولر انترميكار أو نيوتري انترميكار اثنين السيوة اختبار الحساسية. ناخذ البكتيريا اللي نريد نعمل عليها اختبار الحساسية، نحاول نختار مستعملة مفردة. أول شيء اللي طبعا أنا كنت عقمتونه مسبقا، من عقمه بهاي الطريقة. ننتظر شوية يبغى اللوب، نتأكد إن الضغط بالوسط، ندخله داخل الوسط، بعدين ناخذ مستعمرة مفردة اللي نريد نعمل عليها اختبار الحساسية. هذه المستعمرة وين ننقلها؟ ننقلها إلى تيوب يحتوي على نورمال سلاين. بهذه الطريقة ننزل جيدا بحيث نتأكد إنه المستعمرة انتقلت إلى النورمال سلاين. بعدين ننزل هذا التيوب بشكل جيد. دكتورة بلا بس من هذا التيوب اللي خليته به والله تروحوا على الحساب الثاني مع الدكتورة، اعملوا له تثبيت راح يطلع يمكم الفيديو. يعني كلتكم الفيديو ما عندكم؟ لا لا دكتورة موجود بس ما يعرفون شلون يظهروا. يروحون على الحساب الثاني مع الدكتورة يثبتوا يصير عندهم. لا اكو عندهم واضح وموجود، اعملوا مثل ما قال حتى يظهر عندكم الفيديو بصورة واضحة، وحتى لو ما رجعتموه هسه أنا راح أنزله على كلاس راح تشعروا بصورة واضحة جدا. المستعمرة صار عندي معلق بكتيري suspension، آخذ وأحول على الطلق، بس قبل ما أحوله لازم أقارنه بما يسمى ب الماكفرلاند. الماكفرلاند عندنا مجموعة من التوبات تجي إما جاهزة أو إحنا نحطها. انتبهوا على العفورة مالتها تجي من 0.5 1 2 3 4. 0.5 العفورة مالت تكون قليلة، بعدين تزداد العفورة لأخو 4 عشان العفورة مالت جدا كثيرة يعني مقارنة بأول تيوب. وجد العلماء والباحثين إنه هذا التيوب لازم نقارنه اللي أخذنا بيهم معلق بكتيري نقارنه مع 0.5، لازم تقريبا يكون نفس العفورة. إذا كان عفورته أقل ممكن نحط مستعمرة ثانية، إذا كانت العفورة أزيد من 0.5 نحط نورمال سلاين. هسه فلنفرض إن العفورة صارت متشابهة بين المعلق البكتيري والـ 0.5، إيش نعمل؟ ناخذ سواب ندخله بداخل هذا المعلق البكتيري اللي أخذناه، وحاولوا من نطلع السواب على الحواف مال التيوب شوية ندوس بهاي الطريقة بحيث نتخلص من العالق الزايد. هاي الطريقة بعدين ايش نعمل؟ ناخذ الوسط اللي هو مالر انترنكار او نيوتن تكار ونبدي نخطط بهاي الطريقة، طريقة الفرش يسموها. الفرش يكون بهذه الطريقة، تطلع من الوسط على كل الطبق للأعلى، بعدين أدير الطبق بهذا الشكل يعني الشغل يكون كله على اليمين. أبدي أيضا من الوسط إلى الأعلى بهذه الطريقة، وآخر جزء أيضا شغل يحطه على اليمين وأبدي من الوسط إلى الأعلى. طريقة أسميها طريقة الفرش. آخر شيء إيش أعمل؟ أعمل من هالشكل الإسواب على كل الوسط. خلاص خلصنا. بعدين نجيب المضادات الحيوية ونوزعها على الطبق. قبل لازم أترك هذا الطبق لمدة 5 دقائق شوية يجف وبعدين نكمل. بعد 5 دقائق تركنا هذا الطبق، هسه بنحط المضادات الحيوية علينا بواسطة الفورسيبس أما نحطمه بعدين نخليه يقف.
نجي ناخذ المضادات الحيويه بواسطه المنقطة بهذه الطريقة. مثلا هون عندنا اي كي اللي هو النيكاسين، ناخذه بهذه الطريقة، نفتح الطبقة الشكل، نحط في مكان معينة واضغط ضغطة خفيفة هالشكل، اخلي مسافة عن الحافة حتى من يطلع الزون امام الصورة واضحة. هسه نرجع ناخذ مضاد اخر، مثلا الاختصار سي ار او اللي هو عبارة عن السيتراكسيون، ناخذه من بهاي الطريقة، نجي نفتح الطبق ونحطه بهذا الشكل. مثلا ناخذ مضاد آخر، مثل ايش ناخذ؟ ناخذ مثلا السي ان أو يرمزون جي في بعض الأحيان اللي هو جنتامايسين، تمام، ناخذه بهاي الطريقة. مثلاً NOR اللي هو النوروفلوكساسين، وهكذا المضادات الحيوية نحطها حسب نوع البكتيريا اللي تطلعنا، جرام نيجاتيف أو بوزيتيف إلى آخره. بس المهم تتعلمون طريقة أخذ المضاد وضعه. مثلاً ناخذ هوني المضاد تي اللي هو التيتراسايكلين، ناخذ مضاد مثلاً سي اي بي اللي هو السيبروفلوكساسين ايضا بهاي الطريقة. اي ام امبسلين مثلا تحطونه هون بالوسط، انتهى. شايف اشقد عدد المضادات الحيوية اللي تحطوها بالطبق، حطها بهاي الطريقة. نترك هذا الطبق داخل الحاضنة بدرجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، ونجي ثاني يوم نقرأ النتيجة. ثاني يوم نطلع الطبق من الحاضنة، نجي نبحث على الزون مع المضادات الحيوية. مثلا ناخذ المضاد الحيوي الـ TE اللي هو التيتراسايكلين، ونجيب مسطرة نقيس الزون مالته. بعدين الزون مش عشقة طلع، نجي نقارنه بالجدول اللي عندنا بالملزمة، أو نطلع جدول من الميت. وين التيتراسايكلين هذا؟ إذا طلع القياس 14 مليمتر هذا معناته إنه هو نكتب عليها R resistant. إذا طلع القياس من 15 إلى 18 مليمتر معناته هو intermediate، يعني متوسط الحساسية. أما إذا القطر ما تفضل طلع 19 مليمتر معناته هو sensitive، وهكذا نقيس جميع المضادات الحيوية اللي فيها قطر تفضيل. إذا تلاحظون مثلاً الـ AM الـ Ampicillin ما بينه أي قطر تفضيل، هذا نكتب عليه مباشرة R، يعني ما نقيس أي شيء بينه. وهكذا مثل هذا كان طلع زون وقيس، وهذا طلع زون وقيس، وهكذا بقية المضادات الأخرى. يعني واضح الشغل العملي؟ بس اللي ما يطلع بي زون ايش نكتب عليه؟ نكتب R، يعني اختصار ريزيستنت؟ اي اختصار ريزيستنت. ما انت التقرير مالتك اللي بتدزه للطبيب ما كل مضاد تكتب ريزيستنت، سنسيتيف، انترميديت، انت ايش تعمل؟ تكتب بس R S I، وجوا الكل ان وضحت انه ال R هو اختصار ريزيستنت، I هو اختصار انترميديت، S هو اختصار سنسيتيفيتي. شكرا دكتور. سنسيتيف يعني. عفوا. دكتورة بس نزلت فيديو على الفلاس. ايه ان شاء الله هسه تنزله. كله نزلته لكم، هو البي دي اف والهاي سوالف مع المحاضرة، بس ظل الفيديو هذا هسه نزلته لكم ان شاء الله. بعد عينيك واحد عنده سؤال او استفسار؟ زين سؤال. انا التقرير بالاخير راح يطلع وبينه R وI وS، ما تمام؟ في بعض الأحيان بس R و S، في بعض الأحيان بس R، بعض بس S، حسب نوع البكتيريا اللي عندي، هل هي مقاومة لو حساسة لو ما أعرف شنو. الطبيب بإيش يهتم من هذا التقرير كله؟ إيش يهمه من هذا التقرير؟ على وين يدحق بالضبط حتى ينطي علاج؟ سنسيتيف بالضبط. لا ما يدحق على الـ S،
الاس معناته sensitive. ايش معناته sensitive؟ معناته انه البكتيريا حساسة لهذا المضاد، البكتيريا تموت وما تنمو عند وجود هذا المضاد، لذلك الطبيب يوصف هذا المضاد للمريض حتى المريض إذا أخذ هذا المضاد الحيوي يستفاد منه، يعني البكتيريا الموجودة عند المريض راح تموت أو تتثبط بوجود هذا المضاد الحيوي. أما بالنسبة للآر هذا ولا يجي يمه، ليش؟ لأن إذا عطانه للمريض كشي ما راح يستفاد المريض منه، والدليل أنه بالطبق من خليت هذا المضاد الحيوي نمت البكتيريا حول المضاد ما تأثرت بينه، فأسميها بكتيريا آر ريزيستانت، بكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي ما تتأثر بوجوده، فماكو داعي أنه الطبيب يكتبه وهو أصلا ما راح يفيد المريض. ولهذا شو يقول لك؟ ما يصير ناخذ مضادات حيوية بكيفنا، نجي وناخذ بهالمضادات الحيوية وبعدين أصلا تصير عملية عكسية في بعض الأحيان، كثرة أخذ المضادات الحيوية تحول بعض أنواع من البكتيريا من الأس إلى الآر، تقوم البكتيريا بعد هذا وتتعود على هذا المضاد الحيوي، تقوم أنت أشقد ما تأخذ مضادات حيوية بعد ما يفيد، ما تتأثر البكتيريا اللي عندك، تصير كلها ريسيستانت. ولهذا يقول ما يصير تاخذ، اهم شيء المضادات الحيويه ما يصير تاخذها بكيفك الا باستشاره الطبيب، والافضل انه تعمل اختبار الحساسيه اللي هو السنسيتيفيتي حتى تحدد بالضبط نوع المضاد الحيوي اللي يفيدك. واضح عيني؟ اكو سؤال او استفسار؟ هو تقريبا محاضرتكم خلصت، بس اكو بعض الطلاب ما غشعوا العملي بصوره واضحه، راح اعيده مره ثانيه وتكون المحاضره اللي هون، اذا ما عندكم اي سؤال او استفسار حتى اعيد فقط الجزء العملي ونخلص. اي واحد عنده سؤال يتفضل. اوكي راح اعيد لكم الجزء العملي مره ثانيه، انتبهوا عليه لانه جدا مهم حتى ننهي المحاضره. الشغل العملي اليوم هو اختبار الحساسيه السنسيتيفيتي للمضادات الحيويه. اول شيء نجيب وسط اللي راح نعمل عليه السنسيتيفيتي اللي هو مولر انتر او نيوتري انتر 2 سيوا لاختبار الحساسيه. ناخذ البكتيريا اللي نريد نعمل عليها اختبار الحساسية، نحاول نختار مستعملة مفردة. أول شيء لو طبعا أنا كنت عقمتونه مسبقا، هاي قدامتها من عقمه بهاي الطريقة، ننتظر شوية يبغى اللو، نتأكد إنه بغض بالوسط، ندخله داخل الوسط، بعدين ناخذ مستعملة مفردة اللي نريد نعمل عليها اختبار الحساسية. هذه المستعمرة وين ننقلها؟ ننقلها إلى تيوب يحتوي على نورمال سلاين. بهذه الطريقة نمسك جيدا بحيث نتأكد إنه المستعمرة انتقلت إلى النورمال سلاين. بعدين نمزج هذا التيوب بشكل جيد. هسه تمام هذا التيوب اللي خليته بينه المستعمرة صار عندي معلق بكتيري suspension، آخذ وأحول على الطبق. بس قبل ما أحوله لازم أقارنه بما يسمى بالماكفرلاند. الماكفرلاند عندنا مجموعة من التيوبات تيجي إما جاهزة أو إحنا نحضرها. انتبهوا على العفورة مالتها، تدي من 0.5 1 2 3 4. 0.5 العفورة مالت تكون قليلة، بعدين تزداد العفورة تكون 4 عشان العفورة مالت جدا يعني مقارنة بأول تيوب. وجد العلماء والباحثين إنه هذا التيوب لازم نقارنه اللي أخذنا بينه معلق بكتيريا نقارنه مع 0.5، لازم تقريبا يكون نفس العفورة. إذا كان عفورته أقل ممكن نحط مستعمرة ثانية، إذا كانت العفورة أزيد من 0.5 نحط نورمال سلاين. بس نفرض إن العفورة صارت متشابهة بين المعلقة بالبكتيري والـ 0.5، إيش نعمل؟ ناخذ سواب، ندخله بداخل
هذا المعلق البكتيري اللي اخذناه. وحاولوا من الطلع من الاسواق الحواف مال التيوب شويه ندوس بهاي الطريقه بحيث نتخلص من العالق الزايد. هاي الطريقه. بعدين ايش نعمل؟ ناخذ الوسط اللي هو مولر متنكر او نيوتنكر ونبتدي نخطط بهذه الطريقة، طريقة الفرش يسموها. الفرش يكون بهذه الطريقة، تطلع من الوسط على كل طبق للأعلى. بعدين أضيق الطبق بهذا الشكل، يعني الشغل يكون كله على اليمين. أبدي أيضا من الوسط إلى الأعلى بهذه الطريقة. وآخر جزء أيضا شغل يأخذ على اليمين وأبدي من الوسط إلى الأعلى. طريقة سمينا طريقة الفرش. آخر شيء أعمل من هالشكل الإسواب على كل الوسط. خلاص تطلقها على البكتيريا خلص منها. بعدين نجيب المضادات الحيوية ونوزعها على الطبق. قبل لازم اترك هذا الطبق لمده 5 دقائق شويه يجف وبعدين نكمل. بعد 5 دقائق تركنا هذا الطبق، هسه بنحط المضادات الحيويه علينا بواسطه الفورسيبس اما نعقمه بعدين نخليه يقعد. نجي ناخذ المضادات الحيويه بواسطه المنقطه بهذه الطريقه. مثلا هون عندنا اي كي اللي هو النيكاسين، ناخذه بهذه الطريقه. افتح الطبق الشكل واحط في مكان معينة واضغط ضغطة خفيفة هالشكل، اخلي مسافة عن الحافة حتى من يطلع الزون اقرانه بصورة واضحة. هسه نرجع ناخذ مضاد اخر، مثلا الاختصار سي ار او اللي هو عبارة عن السيتراكسيون، ناخذ همين بهاي الطريقة ونجي نفتح الطبق ونحطه بهذا الشكل. مثلا ناخذ مضاد اخر، مثل ايش ناخذ؟ ناخذ مثلا السي ان او يرمزوا له جي في بعض الاحيان اللي هو جنتامايسين، تمام؟ ناخذ بهذه الطريقه. مثلا ان او ار اللي هو النوروفلوكساسين، وهكذا. المضادات الحيويه نحطها حسب نوع البكتيريا اللي تطلع لنا، جرام نيجاتيف او بوزيتيف الى اخره. بس المهم تتعلمون طريقة اخذ المضاد الوضعي. مثلا ناخذ هوني المضاد تي اللي هو التيترا سايكلين، ناخذ مضاد مثلا تي اي بي اللي هو السيبروفلوكساسين ايضا بهذه الطريقة. AM أنفسيلين مثلا تحطونه هون بالوسط. انتهى. شايف ايش قد عدد المضادات الحيوية اللي تحطوها بالطبق؟ حطها بهذه الطريقة. نترك هذا الطبق داخل الحاضنة بدرجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة ونجي ثاني يوم نقرأ النتيجة. ثاني يوم نطلع الطبق من الحاضنة، نجي ندحق على الزون مع المضادات الحيوية. مثلا ناخذ المضاد الحيوي التي بي اللي هو التتراسايكلين، نجيب مسطرة نقيس الزون مالته. بعدين الزون مش عشقة طلع، نجي نقارنه بالجدول اللي عندنا بالملزمة أو نطلع جدول من النت. وين التتراسايكلين؟ هذا إذا طلع القياس 14 مليمتر هذا معناته إنه هو يكتب عليها R resistant. إذا طلع القياس من 15 إلى 18 مليمتر معناته هو intermediate يعني متوسط الحساسية. أما إذا القطر ما تكفي طلع 19 مليمتر معناته هو less sensitive. وهكذا نقيس جميع المضادات الحيوية اللي فيها قطر تخفيض. إذا تلاحظون مثلا الـ AM الـ Ampicillin ما بينه أي قطر تخفيض، هذا يكتب عليه مباشرة R، يعني ما نقيس أي شيء بينه. وهكذا مثل هذا كان طلع زون ونقيسه، هذا طلع زون ونقيسه، وهكذا بقية المضادات الأخرى.
واضح يعني. إذا ما عندكم أي سؤال أو استفسار محاضرتكم إلى هون انتهت، وشكرا جزيلا لإصغائكم.